المدرب ترى على فكرة الرقم اللي انت قلته 90 مليون مو بصحيح، هي 111 مليون. ما قصرت. شكرا لك. انا اقول لك الصدق شكرا يعني لك. انا قلت حابب تقول لي لا. يعني رقم كبير 111 مليون، وفي ذاك الوقت يعني من يعني طبعا كان مسؤول منتخبات في ذاك الوقت الطيب الذكر الحبيب محمد المسحل، اليوم رئيس الاتحاد ياسر مسحل. ياسر ياسر اخوه. انا ما القي باللائمه دائما يعني على وكيل الاعمال، انا اقول سواء حتى العقد اللي 111 مليون انا يهمني النتيجه. يعني لو كان العقد كبير والمدرب جاء واستغلينا من ناحية، أو استثمرنا، خلنا نقول أفضل من استغلينا، استثمرنا من ناحية الإعلامية، جبنا عن طريقة عقود وكذا، لأن ريكورد كان اسم كبير وعوضنا هذه الـ 111 مليون، ما أعتقد أن فيها في فيها فيها مشكلة. أنا نشوف مدربين بأرقام خيالية، لكن هذا المدرب يعني في النهاية أنا استثمر. ترى ما فيها القضية، ليست قضية كم تدفع، القضية قضية النتيجة من هذا الدفع. أنت بإمكانك الآن المنتخب مقبل على مفاوضات، وكيل الأعمال ما راح يلوي يد المفاوض يقول له ادفع لي هذا المبلغ، هي قضية أخذ وعطى. وفي النهاية أنا وش المكاسب اللي لي، وش المكاسب يعني يعني الخسارة اللي أنا أثق جدا في أبو سلمان ياسر المسحل وفي الفريق اللي معه بأنهم يعني في النهاية سيخرجون بالاسم الجيد، وان كان تاخروا كثير. يعني احنا نعرف انه منتخبنا راح يلعب في العراق ودائما نطرح السؤال هذا كل يوم يعني. وعندنا على فكره اول مباراه في 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 تصفيات غرب اسيا، كأس العالم في غرب اسيا الحين ممكن يشاركون. غرب اسيا خلينا نقول في اوغست يعني قريبه في الحج، لكن بعدها كاس العالم، بعدها في سبتمبر عندنا اول مباراه في تصفيات كاس في تصفيات كاس العالم. لازم يكون عندك مدرب من الان، ولازم تكون عارف من 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 تبي تجيب. في النهاية أرجع مرة ثانية وأقول لك، تقول لي والله بجيب مدرب بعشرة مليون لكن ما بيجي ويقعد ثلاث أربع مباريات وبيمشي ما راح أستفيد منه، ولا تجيب مدرب إن شاء الله مية مليون لكن هذا المدرب سيستمر وسيكون له تأثير وبيكون فيه استثمار للاسم القادم. من الناحية برجع جزء من المبالغ اللي دفعتها، ما عندي مشكلة. طيب.